أظهرت بيانات حكومية أمريكية تباطؤ حاد بمعدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر يوليو الماضي، بينما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له لما يقرب من 3 سنوات. وأفاد تقرير لوزارة العمل الأمريكية بأن أصحاب العمل أضافوا 114 ألف وظيفة في يوليو الماضي، وهو أقل بكثير من 175 ألفا بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين للشهر نفسه. حول هذا الموضوع تنضم معي عبر الهاتف من دبي الأستاذة فرح مراد، محلل أول للأسواق المالية لدى مجموعة إيكويتي. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. مع تراجع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يؤثر ذلك على انتعاش الاقتصاد والأسواق المالية؟ أول شيء السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. ومثل ما عم تقولي، بطبيعة الحال كانت الأرقام يعني فينا نعتبرها يعني سلسلة البيانات اللي كانت عم تصدر كانت دايما عم تجي شوي أقل من التوقعات، كنا متوقعين تكون نوعا ما سلبية، ولكن أنا تجي بهالفارق الكبير من التوقعات. يعني إحنا عم نحكي التوقعات كانت عند 175 ألف، الشهر الماضي كانت أعلى من 200، كان 206 ألف تقريبا، إجت الأرقام تقريبا على النص 114 ألف، هي أضعف منذ عام 2021. نحن عم نحكي عن قطاع العمل، حتى مش بس بيانات الوظائف الغير زراعية اللي إجا قبل جولز، كمان في القطاع الخاص كمان جاء دون التوقعات. معدلات البطالة نحن عنا الفيدرالي بهمه تكون حوالي 4%، نحن أعلى من هالمستوى، نحن 4.3% جاءت كلها. إذا بتلاحظي خلال الفترات الماضية بيانات سلبية كانت نوعا ما تدعم الأسواق، لأن كانوا المستثمرين يراهنوا أنه الفيدرالي رح يضلوا عم يدعم السوق طول ما أنه البيانات شوي ضعيفة، ولكن أنا تجي أضعف بكثير من التوقعات مثل ما كنا عم نلاحظها في بيانات العمل. هالشي عم بخوفنا من أنه يمكن ما في عنا هبوط ناعم، يمكن هبوط قوي، يمكن حتى ندخل في مرحلة ركود في حال استمر هالتشدد واستمرت سلسلة هالبيانات السلبية. نعم. نعم أستاذة فرح، الأسواق المالية تشهد هبوطا حادا في الفترة الحالية، كيف تقرأين هذا الهبوط؟ جزء كبير منه، يمكن العنوان الرئيسي اللي بدي أحكيه عن أسواق الأسهم أنه أي بيان إيجابي كانت الأسواق ما كتير عم تعمل ردة فعل عليه، ولكن أي رقم سلبي كان عم بيؤدي إلى موجة من البيع. عم نحكي نحن أغلاقات يوم الجمعة يعني كانت بتخوف عنا، حتى مؤشرات الأسهم إذا نحكي عن ناسداك تقريبا 3% تراجع، حتى في اليابان في عنا تراجعات بنسبة 6%، في على الرغم من نحن في فترة أرباح الشركات، ولكن كمان في حال جاءت الأرباح الشركات مثل التوقعات أو أفضل بشوي السوق عم تتجاهلها، في حال جاءت سيئة مثل إنتل مثلا انخفضت 27%، رقم منه بسيط. عم تتوقع إنتل مثلا أن تكون عم تسرح 15 ألف، فجزء 15 ألف موظف، فجزء منه متعلق فعلا بقطاع الوظائف اللي عم بيفرجينا بيانات سلبية. نتذكر نحن كانت الأسهم الأمريكية نوعا ما غالية، أعلى من الأفرج الخمس سنوات، متوسط الخمس سنوات، فكان لابد من تصحيح. جاء هالتصحيح مع كمان بيانات في سوق العمل اللي براهن عليه الفيدرالي ليتأكد من أنه سوق الأمريكي قوي والاستهلاك قوي. نتذكر نحن ليه بهمنا سوق العمل، ليه بهمنا الاستهلاك في الولايات المتحدة، لأنه بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 70% هو على الاستهلاك، فأي بيانات تتعلق بضعف الاستهلاك قد نراها مستمرة، ضعف التوظيف، الشركات اللي عم تفرجينا تخطيط لتسريح كبير، ديزني عم تخطط للتسريح غير موجات التسريح السابقة، كلها طبعا كان لابد، كان حان وقت التصحيح. السؤال هلأ هو هل هيدا تصحيح بنسبة تقريبا 10% طبيعي، أم هل حيكون في عنا موجة ذعر وتكون عم تتراجع على الأسواق أكثر؟ نحن لا نزال ننتظر بيانات من شركات أمريكية، لا نزال ننتظر بعض البيانات، ولكن أستبعد أن تكون في عنا بيانات إيجابية جدا في هذه الفترة. قد تكون ميكس متضاربة، ولكن أنا ترجع تنعش الأسواق إلى مستويات قياسية قد نحتاج لبعض الوقت قبل ما نرجع له.
نعم الأستاذة فرح مراد، محلل أول للأسواق المالية لدى مجموعة إكويتي، كنت معي من دبي، شكرا جزيلا لك.